الزم مكانك. بسم الله الرحمن الرحيم. شو عم تعمل هون؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالاخ الكريم. قبل الاهلا والسهلا جاوبني، شو عم تعمل هون؟ والله يا سيدي لقيت حالي يعني مارخ من هون مرخ الطريق، فقلت لحالي يا ولد هالبستان جميل اسلوت عليه وتمتع بهالمناظر الخريفية الرائعة. يعني مو صحيح، انت ما نزلت للفرجة. الله وكيلك نزلت اتفرج، شو بدي اكون غير هيك يعني؟ انا شفتك وانت عم تقطف الرمانه. صحيح، شفت رمانه كبيره استحليتها قطفتها فقشتها اكلتها. ليش حضرتك مين بتكون يا نور العيون؟ انا حارس البستان. والسبعة نعيم يا اخ والسبعة نعيم، وان شاء الله الله يعزك ويعزه هيك يعني. اتفضل معي اذا بتريد. ها؟ لو بدي اتفضل؟ لوين يعني؟ لعند قاضي القضاة. اوف، قاضي القضاة فردبشي، وليش بقى يا خيي؟ شو ليش؟ نعم على الجقارة. وليش عم تكبر بالكلام يا عمي؟ ما عملنا لك شيء. يعني ما بتعرف هالبستان لمين؟ أخي كل العالم خير وبركة، هلأ رح تفضحنا مشان حبة هرماني اللي فقشناها وأكلناها. يا خيي متأسفين، قديش حقه؟ ربع مجيدي؟ نصف مجيدي؟ مجيدي؟ ندفع لك حقك خلصنا، صلى الله بارك. لا ما حذرت يا أبضاي، نحن ما منتعامل مع لصوص. هلأ أنا بنظرك لص؟ طبعا، مو بس لص، لص ومتلصص ومتسلل، وانا ما بقدر رد نظر عنك ابدا. اوهو، امنت بيع الله على النار. ايه لكن هالبستان ملكيه خاصه وانت اعتديت على املاك الغير. لا يبدو تفاهم صعب معك انت. روح روح
رؤيا رح نادير على صاحب البستان. يلا. ما بقدر ناديلك على صاحب البستان يا أبضاي. وليش بقى يا بخش القلب؟ لأنه صاحب هالبستان هو جناب الوالي. العمى شو هالحكي؟ جناب الوالي؟ العمى لا تقوله. قلت وخلص. امشي قدامي لشوف. امشي يا راكان. حاضر حضرة الحاجب الأول. حط له الكلبشات بإيديه وسوقه قدامي مثل الغنم لشوف. بستان الويلي عم قول لحالي ليش هالرماني حامضه وثقيلي على معدتي. امشي بلا بربرة امشي. طيب الحمار حماري حماري واخي امشي لا تخاف عليه. هلق بيغلي قلبه علي خي. بما انه مالك سوابق يا جردون وصفحتك بيضة مثل طبق الكرتون حكمنا عليك نحن قاضي القضاة الاول باسم جناب الوالي بالحبس التكديري والتعزير. بس يا سيد القاضي انا ما نطيت على اسطوح الجيران بقصد السرقه. لكان بقصد شو؟ انا نطيت على اسطوح الجيران مشان اربط حد الغسيل بالعمود. اخذت اذن الجيران بهالشي؟ لو اخذت اذن ما كان يشتكوا عليك. يا سيدي الله يخلينا اياك الشغله ما بدها اذن. انا شيء انه حطيت رجلي على اسطوح الجيران حطاط. تصرفك هاد في شتق وانت تعديت على املاك الخير. خذوه على النظاره وطعموه بيضة مسلوقة باليوم والمي بالقطارة. السلام على سيدي مولانا قاضي القضاء. وعليكم السلام. سيدي هالمتهم والزنين لقينا عم يسرق رمان من البساتين. بساتين مين؟ بساتين مولانا الوالي. لعن على هالجرأة. ما لقيت تسرق إلا هالسرقة. سيدي القاضي دخيلك. أنا ما سرقت. أنا شفت رمان كبير عم تضوي بين الورق. استهيت فقشت أكلت وقسما عظما يا سيدي ما بعرف هالبستان لمين يعني. هي اسمها سرقة. ويلي بيسرق بيقطع بيسرق جمل. هالشي محتمل. بس يا سيدي أنا زلمي شريف وبعمره ما حلي مال غيري بعيني. بقى معقول حط عيني على رمان الوالي؟ دفوعاتك ضعيفة يا سيدي. أنا قلت له للحاجب إني مستعد أدفع ثمن 10 رمانات لكن ما قبل. ده شاطر. يعني فكرك إذا اللص دفع حق البضاعة المسروقة رح ينفض من العقوبة؟ كلامك صحيح إذا كان الفاعل لص. بس أنا مش لص يا سيدي. لكان شو أنت يا فص؟ لا إله إلا الله على هالعلقة. لا تتزمر قدامي وإلا بعتبر الأمر إهانة للمحكمة. أمرك يا سيدي. أنت شو اسمك؟ بو صالح يا سيدي. كان الأولى فيها أن يسموك أبو طالح. أمرك يا سيدي أمرك. بس دخيلك خليهم يفكوا كلبشات نهار الزحمة. نحن ما رح نفك الكلبشات. نحن رح نفك رقبتك. العمى ضربك ما لقيت غير بستان الوالي تنشن عليه وتسرقه. يا سيدي هذا اللي صار. وإن شاء الله سم الهيرة ساعة مسح لي في الرمان اللعينة. الحاصله بموجب الحيثيات الملموسة وبناء على إلقاء القبض على اللص بفعل التلبس بالجرم واتفاقا مع القانون العزما للعتيد نحكم نحن قاضي القضاة طلعت من حكمة قاوقلي على اللص أبو صالح بإحدى هذه العقوبات. إما أن يأكل 100 بصلة أو 100 عصاية على رجلي أو أن يدفع 100 قطعة ذهبية رشادية لخزينة الوالي. يلا روح معك مهلة 3 أيام حتى تختار عقوبة من هالعقوبات. فكوا له الكلبشات. ما حدا يغادر غرفة القاضي. أنا رايح حاسب القاضي. هذا اللي صار يا ام صالح. يعني لا زودت حرب ولا نقصت حرب. العمى بقلب هالناس العمى سووك سرق وحرامي مشان حبه المال. قال شو يلي بيسرق البيضه بيسرق الجمال. هلك ينضرب تشبط رقبته انشمط. وانت التاني الله يصلحك يا ابو صالح. عنا سحير ترمين ملياني بنيت نفسك عرمين تلويلي. اصلا انت شو اللي فوتك لبستينه يا ام صالح؟ طول عمري
تفوت على البساتين وبسلم على اصحابها وما خطر لي ابدا انه يكون هالوالي عنده بسته بين بساتين الاهالي. شايف الخطه تبع جماعه الوالي التركي؟ فصاعه شو اسكيه عم تغلغلوا بين الاهالي وعم يعمروا بيناتنا بيوتها حتى كل همسه من همسة تصل لجناب الوالي. عم يعمروا بيناتنا بيوت وتكاكين وبيكات وحواصر خشب. الا يعني حتى نصير نحن وجماعه الوالي مثل اللحمه والسدى. هلق المهم شو اخرتها؟ والله يا ام صالح الحكم بيقول يا بدي اكل 100 بصلي يا بدهم يرفعوني 100 عصاي على رجلي يا بدي ادفع 100 ذهبي رشاديه. يا دلي 100 ذهبي رشاديه؟ اي نعم. وهالذهبات هذول مثل ما بتعرفي حصيله العمر وجنى الدهر يعني. وشوف الصدف هن طلبوا 100 ذهبي رشاديه واني ما معي الا هال 100 ذهبي كاني انا مصمدهم حتى اعطيهم للحكومه. فشروا 60 فشل. الذهب ذهبنا وما حدا بيسترجي يمد ايده عليه. صحيح بس أني لازم أعطيهم الذهبات يا أم صالح ولا بتبهدل؟ شو رأيك؟ بدك رأيي بصراحة؟ والله أني ما في شغلي ما شاورتك هيش فيها. وبدك نصيحتي يا أبو صالح؟ يا رأيت يا أم صالح. شوف يا سيدي مش لازم نعطيهم الذهب ولا بأي شكل. والمعنى؟ هلق تني يسمع مني وفهم. تفضلي. هالذهب هاي مش من عرق جبينك وكد يمينك؟ اي والله يا ام صالح كل ذهبي عم تتصمد معي بطلوع الروح وربي على ما اقول الشهيد. وقديش صار لك بتصمد فيهم؟ من وقت ما تجوزنا يعني من 27 سنه تقريبا. يعني ظهرك انحنى ونظرك خف وحيلك انهد وانت عم تجمع فيهم مزبوط ولا لا؟ يعلم الله. صحيح يا ام صالح. بقى بتلاقيها راكبة معك رماني تدفع فيها 100 ذهبي لا ولمين لناس مالهم محتاجين أصلا والذهب عندهم بالقنطار والفضة بالكياس. صحيح. وآكلين الخمير والفطير بعد. يسلم تمك. ونحن بعد بالعين الموس على الحدين. طيب يا أم صالي ها سمع نصيحتي واختار أهون المصايب. شو اختار يعني؟ مبينة يا روحي مبينة. طيب قولي قولي لشوف شو هي. يا سيدي روح كل 100 بصلي وأمرك لله. بدك ينا أكل 100 بصلي؟ مش أحسن ما تنطرق 100 عصاي؟ ولي على قلبي عليك والله لما عم بتخيل منظرك وانت رافع رجليك وهالظلام نازلين فيك طرق صفت عم يخترق قلبي من جوا. هذا من طيب أصلك يا أم صالح. ولو إن جوزي وأبو ولادي معقول يعني إسخفيك يا نور عيوني؟ تسلم عيونك بس هاودي 100 بصلي. يا معلش تقبرني معلش. أنت بتحب البصل وبتاكله مع كل شيء. صحيح يا أم صالح بس أنا بحب البصل على أساس أكل بصلي بصلتين ثلاثة 10 من كثير إذا كانوا مشويات. بس هدول 100 بصلي يعني بيفتحوا السوق هالي حاله. والله خلي لي اياك يا عم صالح. معلش يا ريت. مش معقول. معلش ابو صالح البصل ابن عمه للعسل يعني بياكلوه كبارية الناس. ما اختلفنا يا ام صالح بس انت متخيلي حجم ال 100 بصلي؟ لعنات 100 بصلي يعني هلاول كيس جنفايص لحالون. يعني نحن لما بدنا نمون من سنه لسنه بنمون كيس بصل. اي بالله كيس بصل بنمونه. انت متصوره اني اكل اني لحالها كيس جنفايس مليان بصل؟ مش معقول يا ام صالح. الله يخلي لك اكبر قلبي يا ابو صالح. انتوا عم تاكل البصل يا تقبرني ما تتخيلوش بصل الا شو بده يتخيلوا؟ اقعد اقول لك تخيلوا يعني مثل ما بدك تقول تفاح دريق خوخ يعني تخيل كل بصله طعمته شكل. بعدين لا تنسى انه البصل بيروق الدم بيقوي القلب بيقوي النظر وبيفتح الشهية. ما بدي تنفتح شهيتها. شو بدك ياني اكل بصلي حتى تنفتح شهيتها على البصلي يلي بعد منه؟ معلش تقبرني خلي يطلع خلقك علي انا بتحمل. معلش ريتك تقبر عظامي عظمي عظمي. بتحبينا انت يا ام صالح؟ ولو ابن عمي لو ما كنتش بحبك ما كنتش نصحتك هالنصيحة. صحيح ايمتين ميسر على تنفيذ الحكم؟ بكرة الصبح عريق يعني. بتهون حبيبي بتهون.
لعنة ميت بصلي حمار ما بياكلهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بلص البساتين. لص البساتين صرت سرسري ومالي حاسس. العمى في عيوني العمى. طيب سؤال يا حضرة الحاجب الأول. نعم. أنا هلأ إذا أكلت البصلات بروح اللقب عني وبرجع مثل ما ولدتني أمي باعتباري نفذت العقوبة. طبعا لك عظيم هذا الشيء بخليني أتحمس. عود أشوف. عود هون لأشوف وتربع على بين ما شوي البصلات ولا يعني البصلات من عندي. عظيم جدا. هلأ بروح بجيبه. شو شغل يعني سيدي؟ هلا بروح بجيبهم صغار وحلوين وبعدين نحن ناكل العقوبة. طيب شو العمل؟ ولا تاكل هم. انا مجهز لهم 100 بصلة ومقشرين ومن اللي بحبهم قلبك. طيب هاتهم. شوف عود. عود هون وتربع. البصل جاهز سيدي. كتون قدامه لشوف. عم شو هذا؟ هذا اسمه بصل. بس هذا بصل احمر معرق. حد فتير يعني. ايش شو شايفنا عم نضيفك نحنا؟ انت جاي تنفذ عقوبة. باشا خلصني. يا ليته كان بصل سلموني. على الاقل كان حلو شوي. انت لك باشا خلصني. هذا حق. بس ليش كبار هالبصلات؟ شوف نفذ العقوبة احسن لك قبل ما اجي قاضي القضاة وبلا لعب. حاضر رح نفذ. تفضلوا شباب. شوف اذا بتحكي كلمة تانية بطعميك ياها بالزول. فهمت؟ لا مش رايح حكي. مش رايح حكي. هاتوني هاتوني مي بالعجل حطوها قدامي. ده هي نصلة وكمان بدك تتأمر علينا؟ طيب جيبوا له مي لشوف شو آخرتها معه. وانت التاني دخيلة لا توقف فوق راسك تقطعني شهيتك. روح عشغلك وبس ترجع بتاخذني اكلتين كلي. ماشي الحال لنشوف. البصل بالقداحة لأنه قاعدين بسيران نحن. لا سيدي مش عم بشوي البصل بالقداحة عم جربها بس. هات قداحة شوف. هات هات ومالي قايم من فوق راسك لحتى تنفذ العقوبة كلها بحذافيرها. سيف شوف كل كل عليكي العافية مرت عمو. الله يعافيكي يا ودي. شو وينه عمي أبو صالح؟ عم ياكل بصل. عم ياكل بصل؟ رح أحكي لك يا ودي رح أحكي لك. أبو صالح ولا يهمك بيزلطن زلط. عمك بيحب البصل. الله يحمل معك يا أبو صالح. كم بصل صار نسيته؟ 12 بصلات. راح دوخ راح دوخ يا سيدة راح دوخ يا جمعة صار راح دوخ يا سيدة. الله يكون بعونك. قول يا نص قول شباك وقفت بلقفين يا سيدة راح دوخ. ها
شو بلص الرمان؟ ما خلصنا منه؟ سيدي وصل من بصلة 13 وقع. بما انه فشل بأكل البصل فقدامه اختيارين، يا 100 عصاية يا 100 ذهبة. نعم سيدي. قدامه 3 ايام، خذوه على بيت. يلا معلش تحمل، عملت لك حريري. هيدي الحريري بتطري لك زلعيمك. تكبر قلبي ان شاء الله. هاتا هاتا الحمد لله على سلامتك. تكبر قلبي ان شاء الله ما بتشوف شر. الله يسلمك. متت وعشي انصالح عهدا علي يا جماعة، عهدا علي اني ما ذوق البصل بعد اليوم. شايف البصلات اللي عندنا على سقيفي؟ قومي كبيهم بنهر بردة. بتأمر انا احكبهم كلهم. احكي وفرج يا ابو صالح. والله اللي ذقته مش قليل. ابو صالح صار وقت قطرة عينه. اين بلا صار. الله يرضى عليك، اقطري لي جوات عينه. حاسسهم مثل الجمر، شيء مثل الإبر، مثل الإبر عم يغزي من جوا. رح اقطر لك على عيني. اقطري له، لا على عينه مش على عينك. طيب هلا اختني شو ناوي تساوي؟ يا ام صالح مهلوني 3 ايام وبقي لي يومين. بعرف شو بدك تساوي. محتار والله محيرنا. بدك نصيحتي يا ابو صالح؟ ولو ما لغنى عنك يا ام صالح. الذهبات يا رجال لازمين، وبدنا نشتري فيهم بيت وبستين، وانت ما بيهون عليك تكب ميلك كب، حرام عليك ما بيجوز. والمعنى يا ام صالح؟ يعني قصدي انت رجال والرجال بيتحمل. ها شو يعني اكل 100 عصاي على سر رجلي؟ شو علي وجع ساعة ولا كل ساعة، والاسد سرعة بينتصر، وكل شي ولا خسارة المال، لانه بيقولوا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صحيح يا ام صالح، بس هودي 100 عصاي يعني مش مسخرة. ولو انت قد وقدود ورجال بتتحمل. يا ام صالح لو كانوا 10 عصي كنا قلنا فيها وما فيها، بس هدول 100 عصاي بخاف روح فيها. فال الله ولا فالك، يا ريت روحي ولا روحك. يعني فكرك انت يا ابو صالح كل العصي، وانا بدعي لك انك ما تشعر فيها ولا تنوجع. انت قد وقدود يا ابو صالح، انت صبرك عجيب. ولو ليش يا ام صالح؟ شو شايفتيني حمار؟ حاشا وكلا يا روحي، انت زينت البني ادمين، واني من هلق رح اجهز لك دهون لجروحك ومراهي. الله يرضى عليك. شو اصيلي؟ لكن ابن عمي لكن، انا كل همي حافظ على مالك وهذا واجبي، والزوجة الصالحة هي اللي بتحافظ على مال جوزها. الله يكثر من امثالك يا صالحة. اقطري لي بعينه. تعال تقبر. عمى صورتك مغبشي بعينه. سيدي الحاج الاول، نحن جينا ننفذ العقوبه حسب الموعد المحدد. شو العقوبه اللي اخترتها بقى؟ اختار اول الشرين. ما فهمت عليكي. يعني بعيد من هون اختار الفلقه. وليش بعيد من هون بقى؟ ليش مو قريب من هون؟ تعال يا ركان. حاضر سيدي. تعال شوف، تعال هون، شمل على زنودك وارفع لي هاللص هاد 100 خيرزاني على رجلي. جاهز سيدي. تعال هون. يا ركان شو صاير لك؟ لا نصيحة لي استاذ عن التاب. وشو جابك انت الثاني؟ ها شو بدك بهالشوفة؟ رح قل لك سيد الحاجة تشجيع، يعني بدي شجعه. يلا حبيبي شلح مرجليك. يلا حاضر شلحها بسرعة. تفضلوا يا شباب، ديروا بالكم على هالشب الحلو. يلا بسرعة بسرعة فعلوا رجليه.
لأنه القانون بيقول إنه المعاقب لازم يكون صحيان. فكوا يا ابني فكوا ودلقوا صوت المي على راسه. وانت يا أختي خديه وخليه راجعنا بعد 3 أيام لأنه ما صفي قدامه غير العقوبة الأخيرة. يلا خديه وامشي. يا أبو صالح قوم يا أبو صالح. هيد الخيزر أنا أطلقك. قوم أبو صالح قوم. ليش معلش؟ رح موت يا أم صالح. متت وعشت يا أم صالح. متت وعشت. يحل عنا بقى. صرت تولول مثل النسوين. والله العظيم خجلت فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. وين أبو صالح؟ متلطخ جوا. شو بدك منه؟ مش رح تحيل عن هالرجال بقى؟ عم اقول لك وين ابو صالح. تفضل يا شو تفضل. وليد اجى البلا الاعظم. عقوبتك يا لص ما تمت وما بقي عليك الا انك تدفع الميت ذهبي. بقى حل كيسك وادفع. رح ادفع رح ادفع رح ادفع. بس عندي سؤال. هات لشوف. يا ترى بتحلوا عني بعد ما ادفع الميت ذهبي؟ طبعا منحل عنك هيك لحتى تسرق رمانة جديدة. أعوذ بالله. سبح باسمك يا رجل. معاف الله فضائل قل هو الله أحد. هي الميت ذهبي معدودات ومهيئات ويحرم علي بعد اللي جرى واللي كان أكل البصل والرمان. ولك طالما بتعرف حالك خروق مو أحسن لك لو دفعت الميت ذهبي من الأول؟ صحيح. بس قلت لحالة لشاور مرتي وما كنت عارفان انها رح تجيب لي اخرتي. Thank you.